أرسنال كالعادة. طيب هنروح لمانشستر سيتي ونروح لتليفون مهم جدا علشان نطمن ونعرف آخر الأخبار اللي موجودة في مدينة مانشستر بعد الديربي الأخير، ديربي مدينة مانشستر، مع أحمد صلاح المنسق الإعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر وفي المنطقة العربية. أحمد برحب بيك. أهلا بك أعرف المشاهدين. طبعا في البداية ديربي مدينة مانشستر يا أحمد يتم حسمه لمانشستر يونايتد، وبالتالي الفارق التاسع ما بين السيتي وبين ليفربول، والمنافس لليفربول حاليا بالنسبة لترتيب الدوري الإنجليزي هو فريق ليستر سيتي. يا ترى مستقبل جوارديولا هل في جديد ممكن نعرفه، ولا هيتم تجديد الثقة في بيب جوارديولا علشان عنده أكثر من بطولة بينافس عليها زي ما حصل الموسم اللي فات وفاز بكل البطولات الإنجليزية؟ اعتقد ان بقاء او رحيل بيب جوارديولا مش رهن ليه فوزه بالدوري الانجليزي الممتاز. هو فاز باللقب في اخر موسمين، واعتقد ان فوزه باللقب الثالث على التوالي هيكون انجاز، لكن لو ما قدرش يكسبه مع كاستن دي هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لبيب جوارديولا ونادي مانشستر سيتي. هو صرح بعد المباراه وبعد الديربي وخساره الديربي امام مانشستر يونايتد، وقال في من بطوله احنا بنلعب عليها، الفرق كبير في الدوري الانجليزي ممتاز، لكن لسه قدامنا كذا بطوله، ويمكن فوزنا في اكثر من مباراه في البطولات المختلفه ممكن ده اللي يخلينا مره ثانيه نرجع لمستوانا مع عوده اللاعبين المصابين مره اخرى للفريق. ده يساهم مع بيب جوارديولا في اعاده مانشستر سيتي للفريق الصحيح. زي ما انت اتكلمت يا عمر من شويه، اعتقد فعلا ان ليستر بقى هو اقرب منافس فريق ليفربول. ليستر فعلا مع براندن روجرز بيقدم اداء رائع جدا، فوز في 9 مباريات من اخر 10 مباريات، اعتقد ان ده شيء يعني رائع جدا بالنسبه للفريق. حتى ما حققش نفس الارقام دي في الموسم اللي فات بيه بلقب الدوري، وعامل ارقام افضل من اللي عملها في الموسم التاريخي اللي فاز بيه بلقب الدوري تحت قياده رانييري. فانا شايف ان ليستر رائع جدا السنه دي. مانشستر سيتي زي ما انت قلت مبتعد شويه، لكن اعتقد ان الوضع تحت السيطره بالنسبه لبيب جوارديولا داخل مانشستر سيتي، لان بيب جوارديولا في مانشستر سيتي مش مجرد مدير فني. بيب جوارديولا دوره بيتخطى الاداره الفنيه داخل نادي مانشستر سيتي، واعتقد ان هو مش هيقدر ياخد الصلاحيات دي ولا حتى الراتب ده في اي نادي ثاني في العالم. هل تفسيرك لتراجع مانشستر سيتي هل هو يعني كثرة الإصابات المتكررة بالنسبة لبيب جوارديولا واللعيبة السكواد اللي موجودين عنده، ولا بالنسبة لبيب جوارديولا محتاج إن هو يتعاقد مع لعيبة سوبر تكون بدلاء حتى على مقاعد البدلاء بالنسبة لفريق السيتيزنز بعد أي إصابة تحصل له، بدل ما بيوظف هو كل مباراة لاعب ممكن ما يكونش متألق في المركز اللي بيتم توظيفه فيه وبالتالي بيأثر على الفريق بالسلب؟ يعني هو مزيج بين الإجابتين اللي أنت هو ما تعاقدش مع لاعبين ممكن ان هم يقدروا يفيدوا الفريق غياب نجم مثلا عن الفريق. ثاني حاجه، الاصابات اللي موجوده في الفريق دايما بتضرب اهم لاعب موجود عنده في الفريق. يعني فورد اهم لاعب في الدفاع عن مانشستر سيتي الاصابه، اجويرو اهم لاعب في خط الهجوم بيغيب عن مانشستر سيتي الاصابه، ما عندكش البديل اللي يقدر يملى الفراغ ده. دي كانت غلطه من بيب جوارديولا انه يقبل دي في فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه، ان ما فيش بديل، وكمان سوء حظ برضه. يعني خلينا نتفق ان برضه سوء حظ كبير جدا بالنسبه له، ان دايما بتجيله الاصابات، تلاقي الاصابات ايه؟ ليروي ساني اللي حكم لك اكثر من ماتش حقيقي الموسم اللي فات وكان ساعد الفريق في المباريات الكبيره، لابورت اهم لاعب في خط الدفاع، سيرجيو اجويرو اهم لاعب في الهجوم، انت تقريبا مش باقي حد ممكن يعني مؤثر في الفريق اكثر مثلا من دي بروين وديفيد سيلفا وبرناردو سيلفا. فانت عندك اصابه كمان، وممكن تقريبا يبقى نص العناصر الاساسيه اللي موجوده عندك في الفريق غايبه للاصابه. فنعتقد ان هو واجه سوء حظ كبير جدا، علاوه على تالق برضه. خلينا نتكلم برضه بحياديه، ان ليفربول مقدم موسم استثنائي. يعني انت بتوصل للمرحله دي وتعادل في مباراه واحده، دي تقريبا من المرات النادره جدا بالنسبه لي ان انا اشوفها بتحصل في الدوري الانجليزي. يعني دايما كنت بتبقى في الوقت ده من الموسم تلاقي المتصدر خسران ماتشين ومتعادل ماتش، متعادل ماتشين وخسران ماتشين، لكن اللي عمله ليفربول لحد في الموسم ده اعتقد ان هو انجاز بالنسبه له. هل يا احمد رقميا وحسابيا ليفربول خلاص حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز، ولا انت شايف ان لسه بدري علشان نتكلم على قضيه الحسم سواء ليفربول او حتى لسه سيتي ان هو يقرب او حتى السيتي ان يرجع تاني وينافس على اللقب؟ بص، هو حسابيا
صعب جدا، يعني صعب جدا ان انت تقول حسابيا ان البطوله خلصت دلوقتي، لا فرق 14 نقطه ولسه في ماتشات كتير. تاني حاجه بالنسبه لمانشستر سيتي، احنا عمليا بنقول ان هو بعد، لكن مشجعين مانشستر سيتي نفسهم بيقول لك لا، اللي احنا شفناه مع الفريق في الموسمين اللي فاتوا والموسم كمان بتاع كوينز بارك رينجرز والفوز في اخر لحظه في اجويرو، يخليك تفكر وتخلي عندك امل لاخر لحظه في الدوري. وشفت يمكن اكتر من تعليق من جمهور مانشستر سيتي في الفتره الاخيره ان احنا مش قادرين نفقد الثقه ومش قادرين نفقد الامل في الفريق، لان الفريق ده دايما عودنا ان هو راجع. فاعتقد ان دي حاجه جيده قدر يبنيها مانشستر سيتي في السنين الاخيره. يعني ممكن تفكرنا شويه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي برده مهما اتاخر ومهما بعد في ترتيب جدول الدوري، جمهوره بيبقى عنده امل لحد اخر لحظه ان هو لا هيرجع تاني، وحتى لو متاخر في نتيجه المباراه لحد الدقيقه 90 انت بيبقى عندك امل ان فريقك هيرجع تاني. اعتقد ان اللي بناه مانشستر سيتي في اخر 10 سنين قدر يحط الفريق في المكانه دي ويخلي جمهوره فعلا متمسك بالامل لحد اللحظه الاخيره. افريقيا يا احمد، هل تعتقد ان محمد صلاح يقدر يحسم لقب افضل لاعب في افريقيا ولا ساديو ماني بالموسم الاستثنائي اللي بيقدمه سواء مع منتخب السنغال وقيادته للمباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه الاخيره اللي الجزائر فازت بيها، او حتى مع فريق ليفربول كونه كواحد من ابرز الهدافين للدوري الانجليزي وفريق ليفربول وايضا في صناعه الاهداف، هل ماني يقدر ان هو يحسم اللقب من مصر زي ما صلاح حسم اللقب من السنغال في اخر مره، ولا مين الاقرب من وجهه نظرك؟ تبعت محرز انت. انا بتكلم على الاثنين. انا بالنسبه لي شايف وجهه نظري، شايف ان الاثنين قريبين جدا جدا من اللقب. محرز طبعا واحد من اللعيبه المتالقين جدا في الدوري الانجليزي، لكن لو انت شايف محرز قول لي، ممكن شايف ان محرز ينافس محمد صلاح وماني على جائزه الافضل في افريقيا، ولا انت شايف ان الاثنين بما انهم محققين لقب اوروبي وكمان مصنفين في سواء البالون دور او في ذا بيست في مراكز متقدمه عن محرز، فرايك ايه؟ بالظبط. بص انا اتمنى طبعا محمد صلاح هو اللي يفوز باللقب، لكن بالنظر للموسم اللي فات انا شايف ان ساديو ماني ورياض محرز عملوا موسم يعني تاريخي. تمام. يعني ساديو ماني يفوز بدوري ابطال اوروبا ويوصل لنهائي افريقيا مع منتخب السنغال، رياض محرز يفوز باربع بطولات مع مانشستر سيتي ويتوج بلقب كاس افريقيا. فاعتقد ان من وجهه نظري الشخصيه ان المنافسه هتبقى ما بين اثنين، ما بين ساديو ماني وما بين محرز. ما قلتش انت السوبر الاوروبي، ما قلتش السوبر الاوروبي انت. مع ليفربول؟ ساديو ماني. طبعا ما بيتحسب لصلاح ويتحسب لماني. هل انت شايف كمان لقب كاس عالم الانديه لو ليفربول قدر يحققه يا احمد ده يضيف من او يرجح كفه ساديو ماني في الفوز باللقب كافضل لاعب في افريقيا ايضا؟ والله بص، هو طبعا هيزود من اسهم ماني وهيزود من اسهم صلاح، لكن زي ما بقول لك انا شايف ان الامر محسوم. يعني انا شايف المنافسه بين ماني ومحرز، لان الانجازات بالنسبه لهم هم الاثنين افضل شويه. يمكن اللي خيب الامور شويه بالنسبه لمحمد صلاح مشاركته مع منتخب مصر في كاس افريقيا. يمكن لو وصل مثلا للدور قبل النهائي او وصل للنهائي كنا نقدر نحط محمد صلاح في المنافسه، لكن شويه الامور بالنسبه لمحمد صلاح من وجهه نظري هو خروجه من بطوله افريقيا مع منتخب مصر، ودي برضو اللي اضافت لماني ومحرز من وجهه نظري في المنافسه على اللقب. خلي بالك ان احنا بنتكلم على جائزه افضل لاعب في افريقيا، فانت لازم تحط في الاعتبار كاس امم افريقيا. صح. في الفوز باللقب. حقيقي. احمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، يعني اتكلمنا بتفصيل عن مانشستر سيتي وفرص فريق السيتيزنز في مشوارهم في الدوري الانجليزي. احمد صلاح المنسق الاعلامي لفريق مانشستر سيتي في مصر في المنطقه العربيه.